السلام عليكم، معكم فهد الحربي مرة ثانية في شوغن 2. المعركة هذه مولي على المعركة الصديق سكريم عجبني شغله في هذه المعركة، فقلت اني اعرضها في فيديو. طبعا عند الرئيس، خلينا نتكلم عن الجيش، عند الرئيس 5 وحدات سيوف او 4 وحدات سيوف، 2 كتنكاب واثنين ياريكاب، عنده 3 رمح، 2 بنادق او ذول الهيفي جانرز الوحدة الجديدة، و2 اسهم، من كل 2 اسهم حقين مطورين. خلنا نتكلم عن خصمه هنا، خلنا نبدأ الماركة. خصمه عنده 6 سيوف، ياري كاب وكتنا وجريت جارد، طبعا عنده لسه ورا زيهم، ورا عنده جريت جارد وياري وكتنا، يعني نقدر نقول 6 خيول و6 سيوف رئيسة، ما عنده لا أسهم لا بنادق لا شيء من الأشياء هذه كلها. خلنا نشوف. سكريم سوى شغل حلو في خيوله في المعركة، ما استخدمها للقتل كثير، لكن استخدمها عشان يوزع جيش خصمه بطريقة ذكية. خصمه وقف مكانه ما تحرك، سكريم بيقرب لكن لف الخيول من ورا. طبعا سكريم سوى حركة طبيعية، ان خصمه ما عنده ولا رمح، هذا يخلي جيشه ضد الخيول شيء بسيط، يعني فلو بيهجم بالخيول هناك بيروحون فيه، وهذا اللي بيسويه الان، بيهجم عليه بالخيول لأن خيوله بعيدة ما يمديها توصل هناك إلا قد خيول سكريم قد قضت على الجيش هذاك كله، أو يعني قضت على أغلب السيوف اللي خلت باقي جيش يقدر يوصل ويقتل الباقيين كلهم. هذا أرسل الخيول حقته كتنا كعب، لكن هذول الخيول طلعوا من ورا، كتنا كعب جريت جارد وفاير كعب، لا ياري كعب. فرجع خيوله، لأن هذول الخيول ضعيفة ضد الخيول هذي اللي خيول الرمح. طبعا خصم 3 خيول حق تحطهم هنا في الغابة هذي. شو طريقة التصوير هذي؟ حاطينها كأنها طريقة تصوير سينمائي، إضافة حلوة للعبة، ما اكتشفت إلا قريب يعني. سرع شوي، أنا ما أدري متى راح يتحركون. طيب بدأ يقرب خصمه هنا. طبعا انا هنا لو اني مسكريب كان رحت اني اضرب بلسهم عشان اخليه غصب انه هو اللي يقدم، لكن كل واحد طريقته، فاس كريم غير طريقتي، ف تشوفون هو ايش راح يسوي. لكن اقول لكم انا لو اني هنا مكان راح كنت اقدم الاسهم، خليهم يضربون وخليه يهجم علي غصب،
هو هجم الآن، هذه الطريقة الذكية اللي سواها، شال واحد من خيوله وخلاهم يروحون يشغلون الخيول اللي هنا كلها، بما أن الخيول الباقية تقدر تضرب السيوف. هذولهم شالوا هذا وشالوا هذا من السيوف، شالوا وحدتين من السيوف قبل ما يجيبوا سيوفه لسه، وقبل ما يتحرك أصلا. السيوف هذي راحت خلاص، السيوف اللي هنا ماتوا أغلبهم، الآن بينهزمون يروحون. لسه خيولة ما مات منها إلا 15، هذا مات منه 20، هذا مات منه 16. اوكي قتلوا هناك الخيل حقه، لكن سوى اللي يبي، شال من هنا منهم، شال من هنا السيف ومن هنا السيفين، وهذا اللي يبيه كان. نفس الشيء الآن من ورا بيسويه، هذا جاب الثلاثة خيول وراه، فأرسل واحد تضحية عشان يشغل الثلاثة كلهم. بنفس الوقت يقدر من قدام ياخذ راحته فيهم، شال الخيول كلها، السيوف اغلبها مشيوله. كيف كلهم قاعدين ينقتلون من البنات حقته، شوف شالهم بدون ما السيوف حقتها اصلا تدخل في المعركة، لسه سيوفه ما دخلت، لسه يدخل سيوفه خلاص جنوده كلهم منتهين، ما بقى حد. الخيل اللي ورا للان اللي ضحى فيه صامد، تقريبا ما قتل اي احد منهم، او قتل تقريبا من كل واحد 10، لكن منهزم. لكن هو ما ارسل هنا عشان يقتلهم، هو ارسل عشان بس يكون عشان يمسكهم ما يشاركون في المعركة وقت القتال الجد. لكن الان خلاص بما انه قضى عليهم ما بقى للرئيس وهذولي، خلاص هذا ما صار له اي امر انه يفوز. كل البنادق هذه قتلت 208. واغلب من قتل وخلاه يفوز اصلا خيوله. فينا يركض واحد فخيوله هي اللي خلته تفوز، ما استخدمهم، استخدم اثنين منهم بالقتال، لكن اثنين منهم كانوا بس عشان يمسكون العدو. كمان استمتعت بالمعركة، اي احد عنده معركة يبيني اعلق عليها او شيء يرسلها لي، لو عجبتني راح اعلق عليها، لكن اهم شيء ما تكون اكثر من 10 دقائق ولا يكون فيها وقوف كثير في المعركة. اتمنى انكم استمتعتوا بالمعركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.